الكريمة الآن للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادل. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. السيد رئيس الحكومة، في بداية كلمتكم تطرقتم إلى موضوع عملية تخفيف الحظر الصحي، ونصحتم المواطن المغربي باحترام جميع الوسائل الاحترازية من كمامات ومسافة أمان ونظافة اليدين إلى غير ذلك، إلا أن هناك ساكنة تقدر بأكثر من 800,000 نسمة بمدينة قنيطرة أبانت عن التزامها بهذه الوسائل الاحترازية، حيث منذ مارس إلى يومنا هذا لم يتجاوز الإصابات في 30 مصاب وأكثر من شهرين بدون إصابة، إلا أنها ظلمت في التصنيف ووضعت في منطقة جوج حيث حرمت من الشاطئ والتنقل وملاعب القرب. نرجوكم سيد رئيس الحكومة إعادة النظر في تصنيف هذه المدينة.